راح اتكلم، ابي اوريكم فيديو المغني كان يبث. شوفوا الفيديو واكتبوا بالتعليقات وش الشيء اللي شفتوه ما هو طبيعي. Nos encontramos en Plaza Carolina repartiendo tratados. El día de mi cumpleaños compartiendo la felicidad de mi día de cumpleaños con las personas. Dios los bendiga mucho. Atente a las consecuencias, servito, de lo que escogiste. Todavía tienes prisa de salvarte. Don't you tell me what to do. Don't you tell me what to do. We don't gotta be cool. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كل خير. في فيديو ارسلته لي احد المتابعات وهي كانت طالعه، الفيديو خوفا نوعا ما وبوريكم اياه وشويات. اسعد باللايك اذا كنت تعرفن قديم، واذا كنت ضيف جديد علينا وتحب كل شيء جديد اشترك. اذا ما اشتركت فعلا من الشيطان منعك، واذا تحب الله سو لايك. اليوم مقطعنا اشياء غير طبيعيه. احبك نزل مقطع جن بليز. انا بيبسي وخلونا مع الفيديو. اول فيديو راح اوريكم اياه وهذه وحده جت انستغرام كاتبه السلام عليكم، كنا طالعين انا والبنات بنص الليل تقريبا الساعه 3 وصورت مقطع وظهر فيه شيء غريب، وريت اهلي بس قالوا ذا نور سياره، بس حطيت المقطع بطيء ما ظهر نور وشفت شيء غريب. طيب انا بعرض لكم الحين الفيديو وحلل الفيديو وفسروه، نبي تفسيرات منطقيه، ابي تحليلاتكم وش اللي ظهر بالفيديو. شوفوا المقطع حقه. طبعا ابي احط الفيديو بالبطيء وابي اقربه وابي اشوف ايش يطلع. طبعا انا للامانه ما الومه لو خافت، انا جد بالبدايه خفت، لكن يوم دققت الا تاكدت انه سبحان الله ضوء، لكن ابدا ما هو طيف، سبحان الله ضوء وتشكل لا اله الا الله على شكل كائن واصبح كان له يدين، رغم ان احس كلامي مو منطقي نهائيا، لكن عسى الله يحفظه ويحميه ويحفظ الشباب وبنات المسلمين. ابو علي، ابو علي بالكاميرا الثانيه. شوفه. انا شفته بالكاميرا الثالثه. شوفوا ها شوف، ظل واقف، شعبال انا عبال واحد وقف، عبال واحد وقف منها وخيالي عكس علينا. شوف شو راح يختفي. شوف ظل واقف اختفى. راح اطلع انا هسه هنا، راح ابوع. شوف طلعت هسه هنا لجحت انا التقيت لي هسه. شوف رجع مره ثانيه خطف شلون شرد. ما طلعت انا ما لقيت شيء. هذا الفيديو الثاني، هذول اللي ما فهم انهم جالسين ببيتهم فجأة طق عليهم الباب، اطلعوا وشافوا من عند الباب ما لقوا احد، يوم راجعوا الكاميرات لاحظوا ان اللي كان يطق عليهم هو ظل. الغريب انه مو هنا يوم رعوا له بالكاميرات الا ظل واختفى. يا سبحان الله يا الغرائب اللي بالدنيا، وانا شخصيا اكثر ما ارعبن هي وقفة الظل، شوفوا شلون واقف يا سبحان الله. وهذا كان الفيديو الثاني. يا سبحان الواحد الأحد، من أول أسمع أعزكم الله من بعض الحيوانات شوف الجن مثل حمار أو الكلب أعزكم الله، ويقال أن الذئب يأكل الجن، ولكن بهذا الفيديو الدقيق واللماح راح يلاحظ أن الكلب البداية كان يرد اللي جالس يصور وكأنه يقول له لا تمشي ولا تكمل الطريق، وسبحان الواحد الأحد كأن الكلب شايف شيء، ويوم كمل طريق واللي جالس يصور نعم شاف جسم غريب. يا سبحان الواحد الأحد، جد من ذهل سبحان الله من صنع الخالق، ورحمة سبحان الله أننا ما نشوف الجن رحمة. رابع فيديو، يكثر الناس اللي ما يؤمنون بالعين، رغم سبحان الله العين حق، ويكثر ما نشوف مقاطع سبحان الله للعين، ولكن الغريب ان في ناس الى حد الان ينكرون العين، تفرق ازواج، تخرب بيوت، سبحان الله العين لحظات، عسى الله يحمينا ويكفينا كل شر. ابوريكم فيديو الحين الواحد جهيته ما شاء الله عليه مفتوحه، وممكنه بعد مو قاصد، ما نظلم الرجال، لكن واضح انه مشفوح صراحه. جالس يصور ويطري اطراءات على الاكل، يقول شوف المندي وشوف البرميل، جالس يمدح، واضح ان الكلام طالع من نفسه، الله يكفينا شر النفس، ترى النفس قشر الله يكفينا شره، وهو يمدح ويطري على الاكل، والله يا عيال وان رجال هم شايلين الاكل طاح منهم قدام عيونهم. المشكله ليه اللي سبحان الله اكد لك انه عين، انه طاح نفس القدر اللي هو جالس يمدحه، والله يا عيال كانه اندف دف وطاح. ابيكم تشوفون بعيونكم وابيكم نفس الوقت تمسكون قلوبكم، شوفوا الفيديو. شوف البر، شوف المندي يا رياض، مهو برميل مزين. المعلم الرياض. اي والله، شوف البرميل. شوف البر، شوف المندي يا رياض، مهو برميل مزين. المعلم الرياض. اي والله، شوف البرميل. الحمد لله بس ان العين صارت بالقدر ما صارت باللي يطبخون.
خامسا طبعا هذا الشخص سمع اصوات جن. عندي المقطع حق اصوات الجن لكن بوريكم قصته وشين وهو يتكلم. شوفوا وش يقول. الاخوان راحوا ناموا كان رايح البيت، فبقول لكم شيء صار قبل شوي يا جماعه بدون مبالغه. اول مره احس بالرعب اللي انا قاعد احس فيها الان، يعني كلنا لا جلسة برا اوكي سواليف جن وما ادري ايش وكذب وكلنا كذابين فهمتوا ونرتاح ونقوم، لا المره هذه صدق انا خفت. اتكلم صدق مو بس انا، كلنا حتى عبد الله والعيال كلنا خفنا بدون مبالغه، يعني من زود الخوف الين الحين انا وقفت قاعد اشوف الكفر والله الاصوات هذه قاعد اسمعها واصورها صدق، يعني انا ما ادري ايش قاعد يصير. ابي اسمعكم الاصوات اللي هو جالس يسمعها وابيكم تدققون. شوفوا واسمعوا الاصوات. طبعا لو تعيدون الفيديو راح تسمعون اصوات صراخ ما هو طبيعي. هذا صراخ. تحذير تحذير تحذير، المقطع السادس. هذا جاني الفيديو منشن وما انصح اللي يخاف انه يشوف هذا الفيديو. ما ادري انا مزيف ولا حقيقي لكن للامانه جدا مرعب الفيديو. ما اقدر اتكلم لك عن اي قصه عن هذا الفيديو، انا مثلك ماني فاهم وش السالفه. رجال واحد من مصر طلع عند الباب سمع هذا الصوت. لا تسالوني عن اي شيء لاني والله ماني عارف اي شيء، بس جد 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 شيء مرعب. ابغى اوريكم الفيديو لكن لا تنسون انكم تمسكون قلوبكم قبل تشوفون هذا الفيديو. انا للامانه اشوفه من اكثر الفيديوهات رعب اللي راح اوريكم اياه. شوفوه. انا ما ادري والله اعلم لكن عندي احساس ان الصوت مركب، لان في صوت واحدة تبكي لكنها ما هي موجوده. هذا شيء مو معقول ولا يتصور العقل سبحان الله. بعدين البكاء يا اخي مو طبيعي. حبيت اهنيك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك على قوة قلبك اذا وصلت الى هذه الدقيقة. اذا وصلت الى هذه الثانية حط لي بالتعليقات هذه الايموجي عشان اعرف قوة قلوبكم. وشكرا لكل من سوى لي منشن على هذه المقاطع. كل هذه الفيديوهات انا جايبها من المتابعين اللي سووا لي منشن بالتيك توك على مقاطع مرعبة. شكرا لك على المشاهدة ولا تنسى ان الحياة جميلة. وبس مع السلامة وبالتوفيق.